أعتقد أن المملكة العربية السعودية تبحث عن تعاون دولي هام مع تقريبا ما يشكل 40% من إجمالي سكان العالم و30% من نسبة الجغرافيا في العالم. هذا ما تشكله منظمة بريكس العالمية بخصوص المقدرات البشرية حول العالم، وهذا جزء من سياسات المملكة الدولية منذ زمن بعيد. المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للأمم المتحدة والموقع على الميثاق، كذلك المملكة العربية السعودية كانت من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية من خلال ميثاق الإسكندرية، فبالتالي هذا جزء من أدوار المملكة العربية السعودية المتعارف عليها في السياسات السعودية بالاشتراك في المنظمات الدولية التي تحظى بزخم كبير، لأن الاشتراك في هذه المنظمات يوفر منصة للنقاش والحوار مع مختلف الأطراف الدوليين. وأثبتت منظمة بريكس في آخر 20 عام قدرتها الكبيرة على القيام بهذه الأدوار الدولية. لا ننسى أنه هذا يأتي في ظل أو في خلال وجود رؤية 2030. هذه الرؤية تبحث عن الاستقرار الاقتصادي في المنطقة وفي العالم، تبحث عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الصراعات ومنطقة اقتصادية للاستثمار الأجنبي وأيضا الاستثمار الإقليمي. فجزء من هذا يكون أيضا الانضمام لمنظمات دولية كبيرة مثل بريكس.